والله صراحة سنة 2023 كانت أصعب سنة علينا كسوريين كلاجئين من تركيا. سنة الزلزال الصراحة يعني تعذبنا كثير، موضوع البيوت، بركنا بالشوادر، موضوع الكهرباء، المي، المدارس، التعليم، موضوع الشغل، علينا كثير من الأمور هاي. الحمد لله الأمور إن شاء الله، نتأمل بالسنة الجديدة تكون للأفضل وللأحسن إن شاء الله، ترجع أمور الشغل تتحسن، أمور البيوت تتحسن أكثر من هيك، متأملين بالله خير يعني إن شاء الله عز وجل. رجعت فتحت محل الحمد لله، تكلفت كثير، بلشت من الصفر، متأملين إن شاء الله يتحسن الشغل، يتحسن الوضع أكثر من هيك بإذن الله. سنة 23 بدايتها أول شهرين كان يعني بحالة كويسة، بس بعد الزلزال شفت الناس شلون تشردت، طلعت من منطقة لمنطقة، إيجارات ما في، بيوت ما في، وإذن سفر عم بوقفوا له، بخصوصي للسوريين بحكي لك، غير للسوري بيوم ما بدي بيروح. وقلت لك إنه موضوع تفتح مصلحة معينة بدك ورقي، بدك ترخص، ما ترخص، ما في ترخيص للسوريين أبدا. فبهاتاي هون عم بتغاضوا هالشيء هاد، عم تحسب تشتغل بغير منطقة ما في. ومن قلت لك من ناحية الإيجار البيوت هون صار فوق الغيم وما في، برا بتحسن بتلاقي ومؤجور كويسة مشان الإيجارات البيوت، فعم نضطر نسكن برا بقيصري ونجي نفتح هون ونشتغل مشان مصالحنا، وعم ننام بهالمحل فقط لا غير. مشان سنة 2024 ما بتعرف شو يمكن بعد هالسنة هاي يفتحوا قرار جديد مشان إذن السفر خصوصي يسهلوا على السوريين، بقى الله أعلم إن شاء الله إذا فتحوا إذن السفر فالناس تحسن تشتغل بغير مطرح، تتوسع الأمور للسوريين أكثر، بأمنا بالله. هاي السنة كانت صعبة علينا كثير يعني، كونه اجى الزلزال يعني ونزحنا ورجعنا عدنا، يعني صار في نزوح، قلب نزوح يعني، بعد ما نزحنا من بلدنا سوريا رجعنا نزحنا هون بمنطقة النزوح اللي نزحنا عليها. بشكل عام كان الوضع صعب والله كثير، مو شوي يعني. ورجعنا الحمد لله رب العالمين بعد الانتخابات مباشرة، يعني بعد الزلزال ما يقارب 3 شهور عدنا ووقفنا عجرينا. المحل كان تقييمه أغير حصار، الحمد لله رب العالمين ما نهد، حسنا نطالع الأغراض ورجعنا فتحنا وأسسنا حالنا ووقفنا عجرينا، والأمور إن شاء الله من أحسن لأحسن، العالم عما ترجع والوضع يعني عما يتحسن إن شاء الله، الله يتلطف فينا ويكون بعون العباد جميع إن شاء الله. والله يا أخي هلأ سنة 23 عدت علينا شوي يعني أزمة ميكني، يعني صار في هالزلزال تنقلات، رحنا على أكثر من مدينة، ما حسنا نستقر هناك، أولا مشان اللغة وثانيا مشان المعيشة. عدنا والله لفينا كتير يعني مناطق وردينا ما لقينا غير سبحان الله انطاكيا، هي يعني أحسن شيء كشغل، بس المشكلة بشر فيها لسه قليل يعني، ما فيها الاستوعاب يعني يشغلك، بس الإنسان بده يشتغل بيقول يا الله يعني بده يفتح يعني باب سبب. والحمد لله كان محلنا بس عم بمنطقة راح بالزلزال، فتحنا بغير منطقة من يعني قلنا يعني نيسر أمور شغل، والحمد لله يعني الأمور هلأ كل مالها على أحسن، على يعني في عالم عم ترجع، في عالم عم بدها تعيش يعني، بدها تفتح محلات، بدها تيسر أمورها، وإن شاء الله خير، بس يعني لسه في شوي يعني مأساة بالحياة. والله سنة 2023 الحمد لله رب العالمين مرت علينا صعبة، تعرف أجا الزلزال وكان عندي محل أنا كبير وعندي 4 موظفين الحمد لله، المحل انهدم كلياته باللي فيه، ورحنا على مرسين وكانت النقل كتير صعبة والله ومكلفة يعني، ورجعنا مرسين هنيك أمورنا ما زبطت، كان الغلاء المعيشة كتير سيء والمعيشة غير انطاكي، انطاكي طبعا أفضل متعودين عليه زبايننا وناسنا وأقربائنا وعزائنا وأحبابنا كلها كانت بانطاكيا، لذلك الأمر ضلينا شي 10 شهور بمرسين ورجعنا هون على انطاكيا، والحمد لله رب العالمين فتحت محل جنب محل قديم ب 200 متر بنفس الشارع، الشارع الرئيسي، ونأمل إن شاء الله نرجع نوقف على رجلينا ونرجع مثل ما كنا وأحسن.